مساء الخير من شارع الحمراء. تعرف الأمم المتحدة خطاب الكراهية على أنه أي نوع من التواصل في صورة كلام أو كتابة أو سلوك يهاجم أو يستخدم لغة ازدراء أو تمييز مع الإشارة إلى شخص أو جماعة على أساس من يكونون، أي بناء على ديانتهم وأثنيتهم وعرقهم وقوميتهم ولونهم وأصلهم ونوعهم الاجتماعي أو أي من عوامل الهوية. وتنص المادة رقم 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن أي دعاية للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية سوف يتم حظرها بالقانون. في هذه الحلقة من شارع الحمراء محاولة لفهم جذور خطاب الكراهية ومواجهته الحالة اللبنانية السورية نموذجا. شباب سوريون ولبنانيون في مواجهة خطاب الكراهية في هذه الحلقة من شارع الحمراء، أهلا بكم. اهلا بكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقه من شارع الحمراء، من هنا من هذا المكان الجميل مكتبه شبابيك في العاصمه اللبنانيه بيروت. في السنوات الاخيره ارتفعت وتيره التصريحات التي يمكن تصنيفها في سياق خطاب الكراهيه على خلفيه ازمه النزوح السوري في لبنان، والتي شكلت ارضيه خصبه لتفشي مثل هذا الخطاب القائم على التمييز والعنصريه والتحريض. يحصل ذلك في امكنه كثيرة حول العالم، لا سيما تجاه ما يعرف بالفئات المستضعفة أو فئات المستضعفة على اختلاف أشكالها طبعا، أو في مجتمعات اللجوء هنا أو هناك. ومشكلة خطاب الكراهية المتزايد حول العالم دفع بالأمم المتحدة لأن تطلق قبل 4 سنوات استراتيجية وخطة عمل لمواجهة خطاب الكراهية بشكل شامل وفي ظل الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير، لأنه هذه نقطة إشكالية أيضا سنناقشها في خلال الحلقة، مع العمل بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي. لكن خطاب الكراهية في بكل مسمياته في الحالة اللبنانية السورية تحديدا يكشف عن مشكلة أكبر وأعمق، وهي السابقة للحرب السورية وتداعياتها، مشكلة الجهل بحقائق التاريخ والجغرافيا والمجتمع بين البلدين. مع الإشارة كذلك مشاهدين إلى أن خطاب الكراهية موجود داخل كل بلد، يعني بين سوريين وسوريين، بين لبنانيين ولبنانيين، ويمكن أن نتحدث عن نماذج كثيرة في بلاد أخرى أيضا عربية وغير عربية، وهو كذلك ناجم عن سوء فهم لأهمية التعدد والتنوع الحضاري والمناطقي والديني في هذه المنطقة التي نعيش فيها، أعني منطقة بلاد الشام. فكيف يمكن الحد من خطاب الكراهية؟ أعرف أن هذا سؤال صعب وتحدي صعب، لكن سوريون ولبنانيون في مواجهة خطاب الكراهية في هذه الحلقة من شارع الحمراء، فلتكن هذه محاولة من هنا من هذا المكان شبابيك مفتوحة على الحوار وعلى النقاش وعلى المصارحة، لما لا؟ بدي رحب بفواز الشعراني، ساندرا كرم، مزنة زهوري، وناتالي أغوبيان، الرجل الوحيد في هذه الحلقة. صحيح، لحسن حظك. رغم هيك قلت سوريون ولبنانيون، سوريا طيب المجمل سوريين ولبنانيون، في عندكم عتب كمان؟ لا ماشي الحال، قطع
اهلا وسهلا فيكم. سوريات ولبنانيات مع فواز الشعراني في هذه الحلقه من شارع الحمراء. تزبط ايه؟ ظابطه. خلص مش الحال. نرحب بكل المشاهدين الذين انضموا الينا في هذه الحلقه من شارع الحمراء. فلنسال بدايه المشاهدين عن معنى خطاب الكراهيه، لانه هذا المصطلح، هذا المفهوم العام، هناك أشكال كثيرة على كل حال سنتحدث عنها، وطبقات كثيرة ومستويات كثيرة أيضا. هذا الخطاب ساد كثيرا حتى في القارة الأوروبية، في بلدان لديها تجارب عريقة في التعددية، في الديمقراطية، في حرية الرأي، وهذه الإشكالية المهمة جدا. طبعا نركز على النموذج اللبناني السوري. خطاب الكراهية، ما المقصود بخطاب الكراهية؟ ما الذي يمكن أن يندرج تحت هذا المسمى فواز؟ أول شيء مثل ما حضرتك حكيت بالبداية إنه هو موضوع كتير حساس وإشكالي حتى بالتعريف. تصدرت الأمم المتحدة لتعريف هذا المصطلح وإله كتير من الجوانب. هلأ ما رح فوت بالتعقيدات بقدر ما رح حاول أحكي ببساطة إنه هو، بما إنه عم نحكي عن خطاب فنحن عم نحكي عن شكل من أشكال التواصل، شكل من أشكال التعاطي والأخذ والعطاء بين الناس. بس هذا الشكل عم ياخد منحى تمييزي، إضافة لوجود لغة تحريضية عم تكون ونبرة تحريضية ضد فئة أو ضد شخص، وهي هذا الخطاب أو هي النبرة عم تكون صادرة كمان عن شخص أو عن جماعة. فهون عم نشوف نحن بين طرفين، عم نشوف في علاقة بين طرفين، هي علاقة قائمة على خطاب تمييزي تحريضي من جهة لا أخرى، إذا بدي حاول أحكيها هيك بشكل عام وبسيط إن صح التعبير. شو رأيك البدء أقول مارك مارك الاسم على الفيسبوك؟ يا رياضي إيه مصر ساندرا بعض مصر. طيب شو رأيك ساندرا، كيف تفهمين خطاب الكراهية؟ هل هو بالضرورة الموجه طبعا من شخص أو من جماعة تجاه شخص أو جماعة، بتعريف الأكثر شيوعاً تجاه فئات قد تكون مستضعفة أو مهمشة بالضرورة، أو لا في صفات محددة تؤكد أن هذا الخطاب هو خطاب كراهية أو لا؟ صراحة أنا أول ما أسمع بكلمة خطاب كراهية أفكر أول شيء بوجود قدي أنا بخطابي مع الآخر عم حافظ على وجوده وكينونته أو عم حاول إلغيه، قدي عم حاول أقصيه أي ولا لأ، وقدي أنا عم بحترم هيدا الفرادة اللي هو ربنا سبحانه ونعم عليه فيها. فإذا فعلاً نحن بنا هيك كثير أوقات في خطاب بنسميه كراهية هو أوقات مزح في حد فاصل على كل حال 100%. فحلو كتير نحنا نميز، ولنحنا نميز لازم نعرف الطرفين، يمكن هن لا هو على كل حال الشخصين أو يعني المجموعتين إذا بيعرفوا بعض وعارفين إنه مزح بيتقبلوا للخطاب للكلام، بس يمكن طرف ثالث يشوف الموضوع من برا يستغل الفرصة يقول ليك تفضل في خطاب كراهية. فمين الحكم؟ هل هن الشخصين إذا هن حسوا إنه في احترام بيناتهم وما حسين بأي مشكلة، ولا الطرف الثالث هو اللي يحكم؟ كمان هيدا بدنا نفكر فيها سوا، لأنه يستغل أوقات كثير هيدا الموضوع لأغراض سياسية أو يمكن لتجيش الشارع يعني فقط لا غير. مين الحكم يا مزنة الذي يحدد؟ يعني ما هي المعايير التي على أساسها نقول أن هذا الخطاب هو خطاب كراهية؟ لما بيكون هذا الخطاب موجه لفئة معينة، نحن عم نسمعه بأسس معينة، وبيكون من طرف كمان ما بحب أحكي أنا عن خطاب الكراهية، بحب أحكي كيف بنشتغل على حد من خطاب الكراهية. رح نحكي لأنه بعرف أنا بعرف عندك دور بهذا الموضوع، ومن خلال شغلي سواء تحت هذا المسمى أو لا، لأنه الشيء اللي أنت عم تعمليه المبادرات الاجتماعية والمجتمعية بمجتمعات اللجوء حتى مع المجتمعات المضيفة عم تعملي شغل حلو، هلا ما رح نضوي عليه، ولكن كيف عن جد بنقدر نعرف ونميز هذا الخطاب على أنه خطاب كراهي أو ليس كذلك؟ بس ما يوصل الخطاب تيأذي المجموعة الموجهة ضد الخطاب
فينا نقول انه هيدا خطاب كراهية. ومع الاسف هون بلبنان نحن كسوريين بيتصاعد هيدا الخطاب بفترات معينة. يعني بالحياة العادية الناس كل يوم عايشين مع بعض كل شيء منيح، انا وجاري وجارتي واصدقائي بنصبح على بعض وكل شيء منيح، بس ما يكون في وتيرة خطاب كراهية عم ترتفع وتعلى على وسائل الاعلام بين التيارات، ما بعرف شو بصير فجأة. فجأة انه في شيء تغير، في شيء. فحتى صباح الخير احيانا بنقولها لبعض ونحن متشنجين، انا والاخر، انا وجاري، انا وجارتي، مع انه نحن عايشين كل يوم وبظل خطاب الكراهية منضل عايشين، بس بصير هيدا القلق والتوتر. كيف بيتم تصعيد الخطاب؟ كيف يتحول لعنف؟ كان عنف لفظي او غيره، وكيف بيتطور، وكيف نحن بنتلقى هيدا الشيء وبننشحن؟ فباللا شعور بنصير انه يمكن حتى لو ما حدا توجهنا بخطاب كراهية بنبقى مشنجين تجاه هذا الشيء. مشنجة هلا؟ لا لا مرتاحة. مشنجة تجاه فواز خلينا. لا او تجاه نتالي او تشنج للبنان مش للسوري. يعني رح احكي ببساطه، ما بالك، بس عفوا لانه عم تحكي صحيح مثال، ما بالك باللي عايشين 30 و40 و50 سنه بنفس البلد مع بعض، صح، فجاه لما بصير في حدث ثاني يوم بفيقوا على انه هن صاروا بخانه جاري صار الاخر لإلي، صح، وانا الاخر كمان ايضا. يعني ففي في حالات معينه بيتغذى فيها هذا الخطاب، صح. هذا الشيء كمان بيخوف لما انه نحن نفيق بليله وضحاها ونحس بهيدا الشعور او نحس بهيدا ليه صار هيك، كيف صار هيك، شو عم يصير. يعني انا عشت 20 سنه بسوريا واجيت لهون وهلا لي 10 سنين، يعني نص عمري، بس انا كبرت هون. يعني في تفاصيل بعرفها بلبنان اللبنانيين واللبنانيات يمكن ما يعرفوها، بحكم حياتي ونشاطي، بحكم جولاتك الميدانيه، صح. فانا يعني بتفاجئ انه كيف هيك، انه الحياه كثير بسيطه وكل شيء منيح، شو بصير، ليه هيك صار. طيب شو بصير يا نتالي؟ اول مره سمعت بخطاب الكراهية هذه التسمية امتى؟ اول مره سمعت فيها انا على فكره، بس عفوا مش من زمان كثير، يعني من كم سنه، من سنتين ثلاثه بلشنا نسمع كثير بالعباره بالمصطلح المفهوم. ايه هو اجمالا بتنقال، يمكن نقال ضد الاخر يلي بنعتبره هو شق بين الشقيق والاخر المختلف. يعني يمكن وجود السوري يعني او السوريين. يمكن سمعتها اخر مره، اول مره مش هقدر اتذكر صراحه. طيب شو المفهوم بالنسبه لك؟ شو العناصر المكونة لهذا النوع من الخطاب؟ دائما بيكون في تمييز، مثل تمييز عن نفسي وعن موقعي انا. تمييز والتمييز اللي بيطبعه دائما لغة معينة ومصطلحات معينة وردود افعال معينة، مش بس تمييز، بناء كمان بينحط بين موقع الصح والغلط. يعني دائما بخطاب الكراهية دائما في موقع الظالم والمظلوم والخير والشر كمان، والخير والشر كمان، بصير انا بمتلك الفضيلة والاخر شيطان، صح، شيطنة الاخر، مش بس شيطنة، بيجي كمان مش بس عداء، بيجي خوف من الاخر كمان من وراها. يعني لانه في مجهول، لانه مجهول الموضوع، لانه ما بعرفه، يعني ما في خطاب. طيب كراهية هيدي نقطة مهمة، ما بعرفه، يعني هيدي المشكلة اللي أصلا احنا واقعين فيها، لأنه بعد شوي رح أحكي بنقاط محددة بصراحة بهمني، لأنه أسمع منكم بصراحة نتصارح، يعني كلبنانيين وكسوريين كنموذج للبنانيين والسوريين عايشين مع بعض بشكل طبيعي. ما بعرف هالحساسية ليش دايما بتطلع وبتنزل، بنتمنى أنها تضل نازلة. أنا بس بدي شير سريعا هذه الحلقة مشاهدينا من شارع الحمراء، لبنانيون وسوريون، لبنانيات وسوريات، في مواجهة خطاب الكراهية بالإذن من فواز، مضطرين يعني حكم الأغلبية. طيب
بدي أشير سريعا إلى أنه فواز الشعراني ومواطن سوري مقيم في بيروت في لبنان منذ أكثر من 6 سنوات. صحيح؟ نعم. أنت مجاز من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قسم المحاسبة، وأيضا ماجستير في العلاقات الإسلامية المسيحية في جامعة القديس يوسف في بيروت. ساندرا كرم مجازة في المعلوماتية الإدارية وناشطة في مجال الحوار، ناشطة اجتماعية وعضو في منتدى المسؤولية الدينية الاجتماعية في أديان بشبكة السفراء أيضا، وعضو بحركة الشبيبة الأرثوذكسية كتار. طيب ناتالي أغوبيان مجازة في العلوم السياسية وأيضا ماجستير دراسات إسلامية مسيحية، عم تحضر إلى الدكتوراه هلأ، أطروحت الدكتوراه بجامعة القديس يوسف أيضا. مزنة الزهوري صحفية وناشطة ورائدة أعمال مجتمعية سورية، مضى على وجودك مثل ما ذكرت قبل شوي في لبنان 10 سنوات، ما رح أقول لك العمر كله يعني، بس رح أقول لك نحن أهلا بتتمنى بتمنى طبعا إذا كانت مرتاحة ومبسوطة، بس أنا بتمنى تكون الأفاق قدامها أرحب دائما، وتجربة كثيرة لأنه بعرف أنه كمان أيضا بتحب تجارب جديدة. أنت مؤسسة لرابطة الطلاب الجامعيين السوريين في لبنان أو لا؟ رابطة الطلاب الجامعيين في لبنان، ما في سوريين فقط جامعيين سوريين ولبنانيين طبعا، بغض النظر عن طب هاي بحد ذاتها التجربة ما هيك؟ طبعا. يمكن قصده أنه طلاب السوريين طغوا فهي أنه طلاب يعني طلاب السوريين لا مشان قصدك ايه؟ طلاب الجامعيين في لبنان كل الطلاب، مش بس سوري ولبناني وفلسطيني، كل الطلاب. أصلا الغاية من رابطة الطلاب أنه نحن نعمل هيدا الاندماج وهيدا التشاركية ونساعد بعضنا لناخد منح جامعية، لنعمل تمكين، نعمل دورات، نعمل عمل تطوعي، اسندك وتسندني واسندها نسند بعض، فهي رابطة الطلاب. حلو، وهيدا الشيء تعالوا نسند بعض يا فوز. أكيد أكيد أكيد. طيب شو كنت بدك تقول؟ كنت بدي أحكي شيء، بدي أنطلق من اللي حكته ناتالي عن الرفض وعن التمييز، كنت عم تحكي عن المعايير، كيف فينا ممكن نحط معايير. هلق هو ما في ممكن تكون كتير واضحة هاي المعايير بقدر ما في عنا مكونات لهذا الخطاب. هاي المكونات تتعلق بالسياق نفسه، وإذا عم نحكي بالسياق اللبناني السوري فهو سياق كتير معقد ومركب بنفس الوقت. إذا بدنا نحكي حتى عن الشخص اللي عم يقوم بهذا الخطاب أو هو اللي عم يوجه هذا الخطاب، نحن عم نصنفه على أنه خطاب كراهي، إضافة للخطاب نفسه المحتوى وشو مدى شو ممكن يأثر. فبحس أنه هذول المكونات الأساسية اللي هي السياق والخطاب والشخص اللي عم يقوم بهذا الخطاب هني كتير ممكن يساعدونا بأنه كيف ممكن نحن نحط معايير ونقيس على أساسها مدى الكراهية بهذا الخطاب. طيب خطاب الكراهية خلينا نقول بالحالة السورية اللبنانية عم بيكون دائما من جهة إلى جهة أو بالجهتين أو كيف؟ إذا نحكي بصراحة بحكم أنك أنت متابع للواقعين السوري اللبناني بشكل دقيق. تمام. وطبعا عم نحكي عن أكثر من مستوى، مش بس مستويات شعبية. أكيد أكيد. هلق لا أنا بشوف أنه بالاتجاهين، أكيد مش باتجاه واحد. في اتجاه ممكن أدواته عم تكون أقوى، أدواته أكثر. السياق السياسي عم بيأثر أكيد. مثلا يعني اذا بدنا نحكي من خلال فتره بالفتره الماضيه كنا انا واصدقاء وبتشكرهم من خلالك يعني على العمل اللي قاموا فيه، كنا عم نحكي عم نرصد المعالم او ملامح الخطاب الكراهي بالخطاب السياسي اللبناني على مستوى المجتمع السياسي الرسمي غير المجتمع كمان، الخطاب الرسمي السياسي وايضا على الخطاب الاعلام اضافه كمان للوجوه الاجتماعيه. الاعلام عم نحكي اعلام تقليدي واعلام جديد. صحيح. التواصل الاجتماعي ضمن. تمام تمام. وخاصه انه في كثير من وسائل في كثير من الاعلام التقليدي صارت وسائل التواصل الاجتماعي احد منافذه يعني. صحيح. فنحن كان عم بيكون في كثير لاحظنا انه في عمل موجه، في عمل منظم لحتى لشيء انا هيك بعتقد يعني مصطلح مني هو صناعه لصورة بتشمل كل شيء من عناصر خلينا نقول سلبية مختصرة
بصورة السوري عند اللبناني. وهذا الشيء هلق ممكن نحكي في فيما بعد كنا عم نشتغل عليه أنا وناتالي. أنت وناتالي. صورة السوري عند اللبناني. صورة السوري عند اللبناني، صورة اللبناني عند السوري. مهم. بالشق الثاني من السؤال اللي هو الخطاب الاتجاه الثاني لخطاب الكراهية، هو عم بيطلع إذا بدك كان مضمن أكثر بالفترات الماضية، ما عم يكون فيه له أدوات إعلامية، لكن عن جديد بعد خاصة بعد الحادثة اللي صارت بتصريحات نضال الأحمدية، فكمان صار في خطاب موجه باتجاه آخر كمان بيحمل هاي العناصر وبيحمل التحريض. مشان نكون منصف، مشان نكون منصف ومش عم بحكي من موقعي كسوري، لانه انا بحاول ناقش مواضيع بحياديه شوي، ما فينا نقارن بين غزاره ومدى اتجاه اللبناني اتجاه السوري بالسوري اتجاه اللبناني؟ ليش؟ مش عم بقول انه حدا بيحب حدا اكثر مش اكثر من الثاني، او حدا بيكره الثاني اكثر، لا، بس ممكن لانه الادوات عم تختلف والسياق والضجه اللي عم تحصل للخطاب عم تكون مختلفه بين البلدين. طيب ساندرا كرم، كنا عم نحكي انا وياك تحت الهواء وعم تقولي لي نحن ما فينا نتطرق لهي المشكله الا لنكون صريحين، لنفتش على جذر المشكله، ما فينا نواجه هيدي المشكله الا لنروح ندور ونفتش على اساس المشكله اللي هي اصلا سابقه للحرب السوريه وتداعيات ونتائج الحرب السوريه، ومنها قضيه النزوح التي كما ذكرنا قبل قليل انها تفاقم من هذا الخطاب صعودا ونزولا. شو المشكلة؟ قديش لازم نرجع لورا لحتى كمان نفكر لقدام؟ لأنه كمان ما فينا نضلنا بتراكمات وترسبات. شو اللي عامل تاريخيا على الأقل ب 30-40 سنة الماضية هذا التشنج بالعلاقة اللبنانية السورية؟ هو قبل شوي أنتوا عم تحكوا كمان فكرت بموضوع كل إنسان منا بتحس نبلة موقوتة. يعني نحنا بطبيعتنا أرض خصبة، لأنه كل حدا داخله ذكرته منا مصفاي، وللأسف بمطرح من المطارح إن كان السوري ولا اللبناني بتحس يعني الحرب والسلام مش قراره أصلا، الحرب والسلام بمعنى الخطاب، يعني منه قراره الشخصي، أنه وبالأساس بكون ناطر أي شيء هيك تريجر يعني، فخلص يا فجأة بصير حبيبي وتقبرني، يا فجأة يعني كل مصايب الماضي بترجع بتحضر قدامه وبيفلت بالخطاب. بس مين اللي بيحدد مين امتين بيكون حبيبي تقبرني او امتين بيكون خطاب كراهيه؟ يعني امتين بحب فواز وبكرهه؟ يعني مين اللي بيحدد؟ عم يعني بتكون عرضه لحاله عاطفيه انفعاليه بلحظات معينه بناء يمكن على ظرف، على سياق سياسي معين. ما بعرف، حكي قبل شوي عن الشوكولامو. طيب عن نضال الأحمدي، مش عن الشوكولا. طيب عن نضال الأحمدي بس زودتوها كمان كثير يا فواز يا مزنة. طبيعي لانه يعني صراحة انا برايي نحن كثير اوقات بتكون خبريه صح بنصير بدنا نكذبها، هلا يمكن هي الخبريه صح وفعلا الشاب يلي التقت فيه نضال الاحمدية ما بيعرف شو معنات شوكولامو، مش اخره الدنيا، بس الفكره الخبريه اللي هي استخدمتها شو كان بدها من وراها؟ صح. فهي استخدمتها ضمن إطار لتجيش الأرضية، فقام كل حدا عنده شيء بالباكجراوند تبعه بالخلفية تبعه، لأنه نحن ما منشتغل على المصالحة دايما، نحن دايما بيقولولنا تصالحته وبيقولولنا تخنقته، فعم نتصالح على أي أساس؟ هذا السؤال اللي طرحته نتالي. يعني أنا عم بأخذ القرار ولا في أنا بتأثر مثل ما كنت عم تقول مزنة قبل شوي، يعني مزنة هي واعية عن الموضوع وبرضه عم تتأثر بالصباح الخير اللي عم تقوله لجارة من بعد ما تسمع القصص ايه انه لا خير ان شاء الله. شو تغير؟ ايه هي عم تتاثر يعني انا ليله وضحاها شو اللي تبدل؟ ما كنا هو فعليا ما في شيء بيتغير، يعني حتى هلا عم فكر بالواقع اللبناني اللبناني، يعني نحن كناس متاثرين بهذا ما الخطاب. في مصالحه بيقولوا لنا هلا انتم احباب هلا انتم اخوه، بنصير احباب واخوه، انه نحن بطبعنا محبين، يعني نحن ما فينا ننكر هيدا الجانب الانساني بالشعب السوري. طيب انا بسمعني خليني اتدخل شوي لحتى صوب النقطه بهيدا المطرح، لانه يعني حتى عندما نتحدث عن مصالحه على اي مستوى، يعني انا بدي اقول شغله انه دائما اللبنانيين قبل الحرب السوريه
وبعد الحرب السورية يمكن بينت أكثر بعد الحرب السورية، كان النظرة إذا بدك مرتبطة بيمكن موقفهم السياسي أكثر شيء، هيدي كمان كانت تتأثر بشكل آخر، وكان في انقسام لبناني معروف. شو المطلوب؟ أي نوع من المصالحة؟ أي نوع من الحوار بين الناس بين العالم؟ بالنسبة لإلي هيدي المصالحة هي جهد شخصي، بمعنى أنا عندي مشكلة معينة أو ترسبات معينة براسي، قدي أنا أول شيء بعترف فيها وبعيلها وبقول إنه فعلاً أنا عندي مشكلة مع مزنة بسبب حادثة معينة صارت معي، عشرت تكون شخصية مش باني أنا على أخبار تيتا وجده، لا بدي أبني على شيء معين بيني وبينها على أساسها بعترف بمشكلة، وبعدين أنا في جهدي الشخصي قدي أنا مستعدة أقرب صوب مزنة وقدي مزنة مستعدة هي تقرب صوبي، ساعتها أنا هيدي المشكلة اللي كتير كبيرة اللي بمطرح من المطارح هي بعممها على كل السوريين، بتصير لأ هي مشكلة يمكن فردية بيني وبين مزنة وبشتغل على حلها. بس ساندرا هي الجرح مش إنه بيتوارث بالعائلة وبالأجيال، عم بيتوارث ولا أنت كتير حيادية وموضوعية عم بتشوف الإنسان مثل ما هو قدامك ومش عم تتأثر بالقصص اللي سمعتيها وعيشتيها؟ في جرح ماشي، وفي هون ساندرا اللي بتحكي عن في جروح في مراحل. أنا كتير بوافقها على الجانب الشخصي والفردي إن صح التعبير، بس اذا بدنا نحكي كمان عن مستوى جماعي فنحن بدنا ننتقل شوي لشيء اخر. نحن نشوف هالاشكاليات اللي هل انصح التعبير هالمجتمعين بيناتهم، ان كان دول ان كان مجتمعات اساسا موجوده، لبنان وسوريا لهم حساسيه تاريخي سياسي انسانيه، يعني في كثير في بلدين اول شيء تداخلهم كثير كبير، تاريخيا كان في كثير مشتركات بيناتهم، في اشكاليات كثير كبيره. نحن في عندنا المهمة من وجهة نظر المهمة الاهم هي الذاكرة، هي الذاكرة اللي كانت عم تحكي عنها نتالي لما قالت انه في جروح. نحن بدنا نحاول بس مطلوب من يعني ننبش هيدي الذاكرة، مش ننبشها بقدر مقدر. انا مشجعة. كنت عم اقول لك من شوي انه عم بتم في صناعة عدو اسمه سوري بالنسبة للبنان، وعم يتم في عم يصير وعم يتم، وعلى المدى البعيد هذا الشيء شوي بشوف انا بخوف انه كمان عم يتم صناعه نفس الصوره عند السوري اللي هي كمان عدو لبناني. هذا الموضوع مش انه نجي ننبش الذاكره بقدر ما نحن نحاول ننقي الذاكره، نحاول نحن ننتقل من مرحله الذاكره لمرحله التاريخ لنكون بعدين قادرين ننسى. كثير مهم، رح ارجع كفي هذا الحديث قبل ما اروح على فاصل. مزنة زهوري، شوهر المشكله وين؟ يعني اليوم لما بنحكي عن خطاب كراهيه، ورح بعد الفاصل طبعا احكي بتفصيل اكثر عن تجربتك يعني اللي عم بتعيشيها بين سوريين ولبنانيين، جوهر المشكله وين لحتى نعرف منين بدنا نبلش بالمواجهه، واذا كانت المواجهه هي فردي خيار فردي او على مستوى جماعه. انا بشوف وحسب خبرتي وتجربتي انه المشكله تكمن بكيف نحن على طول في صوره نمطيه عن التانيين من اي شخص. اول شيء في صوره نمطيه مين سوري ومين لبناني، ما اصلا كل منطقه كل ضيعه كل عيله كل شخص بحد ذاته عنده غنى وتنوع وتفرد باللي هو فيه. ففي حكم مطلق ومسبق على الناس، كان سوري لبناني، لبناني سوري، لبناني لبناني سوري، والعكس. انه ليش نحن ليش بدي نمط الناس، يعني ليش بدي نمط، هي هون الفكره. وعم يصير في انت عم تقول ليش عم ننبش، مش نحن اللي عم ننبش، في مين عم ينبش هيدا الذاكره وهيدا التوتر وهيدا العنف وهيدي المشاكل، وفي مين عم يلعب على وتيره اللجوء السوري في لبنان. هاي ببساطه انا اول شيء بعرف عن حالي، وفي ناس كتير بيتضايقوا لاجئه. أنا كتير فخورة بإني أنا لاجئة سورية في لبنان، لأنه أنا لما طلعت من بلدي أنا طلعت من الحرب والخوف، وطلعت بطريقة غير واعية، طلعت بتياب العلي، فكتر خير الله أنه أنا موجودي هلا. فهي صفة اللجوء، شو يعني لجوء؟ مثل ما بدنا نعرف نحن خطاب كراهية، شو يعني سوري؟ شو يعني لبناني؟ شو يعني لجوء؟ شو هي حالة اللجوء اللي بيعيشها السوري في لبنان؟ لانه بلبنان في تجار، في سياح، وفي وفي وفي، ونحن مش بصدد هون نفوت بقضيه اللجوء
او كيف بيتم التعامل معها. ولكن هي بتساعد فهم القضيه، بيساعد على اليوم تخفيف الخطاب المتشنج. لما انا بفهم انا كيف مين انا قبل ما افهم حدا تاني، مين انا شو دوري بالحياه، الثاني شو صفه التعاطي بيني وبينه، هيدا بيسهل انه نحنا ما نحمل الامور اكثر من هيك. يعني ببساطه اول ما جينا على الجامعه ب 2016 فتنا بمناحة جامعية. وين درست بأي جامعة؟ أنا درست بجامعة اللبنانية الدولية كمبيوتر ساينس بالبقاع. بالبقاع بمنحة دراسية من منظمة سبارك، وفتنا بعدد كبير. وقتها فتنا للجامعة طبعا نحن منقطعين عن التعليم، يعني أنا كنت أدرس هندسة الكترون بحلب، غيري كان يدرس طب، غيري يدرس شيء تاني، فنحن منقطعين. بهيدا الخصوص لما فتنا على الجامعة إنه كان في خوف من الطالب اللبناني والطالبة اللبنانية إنه في سوري معي بالصف، سورية هالقد. بعدين إنه ليش في سورة مثل ما بيحطها الإعلام، وخاصة الإعلام المحلي إذا بدنا نقول انه اللاجئ السوري في لبنان يعيش في خيمه وينتظر مساعده وكرتونه وبيجيب اولاد كثير. فانا هاي خبريه بجيب هذه فكره انه مش كل سوري هو لاجئ، ويمكن اذا بعده بالخيمه للاسف بهالظروف، يعني اللاجئ نتيجه ظروف فرضت ان يكون لاجئا. انا بس ما بقى شوفها لاجئه، لانه هي اذا قدرت تشتغل وتتعلم وتعيش مثل مثلها، يمكن مش ما بعرف مين انه ما بدنا نقعد نقارن يعني. لا بس ما هو حتى اللاجئ ببطل لاجئ في له حقوق، يعني هي هون حالة اللجوء. يعني هذا قصدي انه ما عم يتم فصل انه بين امتداد علاقات سورية لبنانية، وفي حالة لجوء جديدة خلقت بالعشر سنين، واصلا في حالة صعوبات عم وقع فيها لبنان من 2019 لهلا، هيدي كمان اقتصادية وسياسية. فهيدا هون الوتر اللي عم نلعب عليه، ولهيك بنشوف انه من 2019 لهلا تكرر وارتفعت وتيرة خطاب الكراهية بفترات بين فترة والتانية. خطاب انه اكلونا السوريين مثلا، ما خلونا شيء، عم يقبضوا دولار واللبنانيين قد ما بدك. هيدا يصنف ضمن خطاب كراهيه برايك نتالي؟ لا، يصنف ضمن خطاب الاسترس اللي عايشه المواطن، الاسترس ضمن الحاله الاقتصاديه اللي نحن عايشينها. يعني فيش خلق بمطرح طرف ثاني طبعا، مش طبعا هو ما له علاقه بالمشكله يعني. لا لا، اذا انت عم بتسوق انت بالسياره يعني بتحس العالم بدها تقتلك، ما بعرف ليش. يعني دائما بحس حالي انه في العالم نازلين على مظاهره، يعني انه نازلين كل الغضب اللي جواتهم بفضون على الانسان اللي بوجههم، بس ما حدا بيشوف الحقيقه كيف سبب المشكله. طيب خلينا نروح الى فاصل اول واخير ونعود بعده الى متابعه هذه الحلقه. سوريات ولبنانيات، هيك فرضت علي سانترا زائد فواز في مواجهة خطاب الكراهية بعد الفاصل. رحب فيكم مجددا مشاهدينا في هذه الحلقة من شارع الحمراء. مؤخرا في اليوم العالمي أو اليوم الدولي لمواجهة أو مكافحة خطاب الكراهية من أيام الأمم المتحدة، بعتقد ب 18 حزيران الماضي، مش من زمان على كل حال كثير، أعلن اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية. أصلا حتى خطة عمل واستراتيجية الأمم المتحدة من 4 سنوات، لأنه تنامى هذا الخطاب على مستوى العالم في السنوات الأخيرة. يمكن الحديث عن أمثلة كثيرة كما يحصل في دول أوروبية وغربية كثيرة. أعود إلى هنا حيث نحن هنا الآن، سوريات ولبنانيات زائد فواز موجودين مع بعض في هذا المكان في برنامج شارع الحمراء، نتحدث أو نحاول أنه نجرب نوصل إلى فكرة معينة بقدر ما يسمح لنا الوقت. كانت تحت الهواء عم بتقول أنه في شيء بدها تقوله ساندرا، أو لازم تقوله هلأ شو؟ أو بتنفجر 100%. ما بدنا إياها تنفجر أكيد. لا، أنا بيطلع الحق على السورية إذا انفرجت. لا، وأقرب واحد لإلك فواز. لا مشكلة. مكلينا تفضل. تكون كتير صريحة، يلا. أنا دايماً كلمة مواجهة خطاب الكراهية بمطرح من المطارح شوي بتستفزني. يعني أنا إذا عم بحكي أنه أنا ضد خطاب الكراهية، مش يعني أنا بكذب،
يعني أنا بقول الحقيقة مثل ما هي، بقول الجرح وين وبدي حط إيدي عليه. نفس الشيء نتهم نحن الأشخاص اللي منشارك بالحوار إنه نحن عم نتخلى عن مبادئنا وعن عقائدنا وبدنا كلنا نصير نشبه بعض ونصير كلنا واحد. هيدي البروباغندا بمطرح من المطارح بتضيع البوصلة. كنت عم تسأل عن وضع السوريين بلبنان. طيب إذا أنا بدي أكون كتير موضوعية، هل أنا في أنكر إنه في أموال هائلة من برا تجي بتنحط لأجل السوريين؟ شو بدي الأغراض تبعها السياسية والأجندات المخفية؟ بس اللبنان اللي شايف بيجي بيقول إنه فعلاً في فاندز كلهم لبروجيكتس بينحطوا والتارجت هي فقط الأشخاص السوريين. هل يا ترى اللبناني إذا هو ضد خطاب الكراهية وإجا قال هيدا التعبير بيكون خطابه خطاب كراهية؟ أنا بالنسبة لإلي منا مشكلة 100%. أنا بالنسبة لإلي لا لا يعني. تعرف شو؟ لأنه دايما بيقولوا إنه المشكلة بتصير لما أنا المشكلة بتصير لما بروح بحمل السوري المسؤولية. هيدي المشكلة exactly. يعني فإذا أنا جيت وصفت الموضوع، إذا نحنا كنا عم نحكي عن موضوع اللجوء، طب اللاجئ يلي كان مثل مزنا قاعد ببيته وما بعرف لأي ظروف، إن كان قصف ولا إن كان طيران معروف ولا الظروف، كان ظروف الحرب، تهجر وظهر من بيته. هو شو مشكلته أو هو شو المشكلة فيه كشخص كفرد إذا لقى أقرب مكان آمن لإله وثائبت لأنه جغرافياً لبنان أقرب مكان؟ فهل يا ترى أنا بجي بقول فعلاً بقول أنا في عندي مشكلة لجوء بس بدي أعرف وصفها؟ بقول أنا يمكن بحط الحق على دولتي، ما عرفت تحط أطر معينة للجوء، يمكن تحط قوانين معينة. حكيت عن حقوق وواجبات هم خلينا كلبنانية نحصل عليهم، بعدين منشوف إذا السوريين هل يا ترى اللاجئين عندهم حقوق وعندهم واجبات، هل يا ترى أنا كلبنانية حقوق وواجباتي مصانة بهذا البلد؟ فبس أرجع هيك بطريقة كتير مختصرة، دايما أنا لازم أقول الحقيقة مش أتهم. إذا أنا قلت الحقيقة مثل ما هي إنه خطابي خطاب كراهية، بدي ميز هل هيدا شيء حقيقي، وإذا الشيء اللي أنا قلته هل هو مرتبط فيي، هل أنا كشخص عندي القدرة إنه أتحكم في غيره بدله؟ إذا إيه بدل خطابي، إذا لأ شو بدي بدل؟ ما أنا أصلاً ما عندي القدرة إني زبط شيء إذا شيء غير مرتبط فيي، مرتبط بدولتي. شو بعمل أنا؟ شو مزنة موافقة على كلامه عن تمييز بين قول ما يجب أن يقال بلغة الأرقام وبين إلصاق صفات مثل خطاب كراهية أو تمييز أو عنصرية أو إلى ذلك؟ واحدة من الأشياء اللي بتزيد وتيرة خطاب الكراهية هي التلاعب بالأرقام واستخدام المغلوط للمعلومات. في كتير معلومات مغلوطة عن الوجود، اللجوء السوري في لبنان، مش الوجود السوري، اللجوء لا الوجود كلمة أشمل شوي 100%. لأن برجع بقول لك اللجوء حالة، فهون بيتم التلاعب بالأرقام واستخدامها. يعني هيدا الشيء اللي كنا نقول قبل شوي، نبش بالماضي وبالحاضر وكيف بصير، خاصة اليوم بعصرنا عصر التكنولوجي، كيف بتجيب فيديوهات وبتركب وبتلعب وبتعمل وبتشتغل عليها، وفي ناس هن متفضلين بس لدى السيستم يعني ببساطة. هلا اللجوء هو حالة مؤقتة يعني، والوجود هو حالة يعني بعيش الواحد حر قد ما بده بيضل وقد ساعة اللي بده بيفل. لا بتصور كان أنا ما أنا على مختلف. هلا واحدة من الإشكاليات الحقيقية اللي نحنا منعاني منها كلاجئين سوريين في لبنان هي إشكالية الوجود السوري القديم في لبنان، انه كيف بتم التعاطي مع اللاجئ على انه هو مثلا هو انتداب او هو، وحتى اللبناني ايضا بينظر كمان متاثرا بهذه التجربه. بس هي لاي لقد ايه فتره بنضل نقول لجوء؟ ما هو اول شيء ما سؤال انا عم بطرحه، مش مزبوط مزبوط. شو رايك بس ما جوابا عم تطرح اسئله كثير على كل حال مهمه جدا. يعني اجوا الارما من 100 سنه مثلا بطلوا لاجئين، معقول؟ لا ما هو اول شيء الحاله الفلسطينيه في
كثير مهمه ما عم ننتبه لها، انه اصلا ما في اتفاق على كلمه لجوء سوري بلبنان، يعني بالخطاب الرسمي اللبناني هو نزوح نزوح، لانه هذا موضوع له 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 جذور تاريخيه قديمه بتخص حساسيه صح مصطلح النزوح، مشان ما انا ما فيني فوت عن احكي عنها اكثر من نتالي وساندرا، يعني هي نقطه ولو من اهل البيت انتم طبعا حبيبنا النقطه 10 سنين ولا النقطه المهمه اللي بدي احكيها انه نحن لما عم نخلط بين بين حاله اللجوء اللي هي صايره من 12 سنه وبين فكره الوجود السوري، هيك انا ببدايه الحلقه قلت لك صوره سوريا عم تنصنع صوره للسوري، ما عم بيكون في نقاش اعلامي او حتى سياسي عم يكون موجه او عم يكون مسؤول، مع احترامي لكل الشخصيات اللي عم تتصدر لهذا الموضوع، عم يكون في معلومات مثل ما حكت مزنه مغلوطه، بس هي معلومات مغلوطه بمرحله ما عم تصير مضلله، لما عم يطلع حدا مسؤول عنده معلومات وعنده بيانات صحيحه ودقيقه ورغم هيك عم يرجع عيد توظيف هي البيانات وعم يحكيها بطريقه مختلفه، هون عم يضلل الراي العام. بس نحن هون عم نحكي بارقام هيك، يعني نحن مش عم نجيب مصادر ولا عم نجيب بالفتره من نيسان وحزيران، بالفتره اللي كان فيها حمله امنيه، اذا بنراجع نحن شو كان فيها؟ كان في الحمله الامنيه وكان في هون فتره تصاعد للخطاب ضد السوريين، اذا مراجع احنا كان في تصريح من ممثله مفوضيه اللاجئين حكت فيه عن الارقام الدقيقه للمساعدات الموجهه للسوريين، المساعدات النقديه الماليه اللي هي بدلات تدفئه او غذاء او 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 طيب. حكت الارقام الدقيقه، هذا الفيديو او هذا هي المقابله ما اعطى لها اي زخم اعلامي، بالمقابل بالبرامج الاعلاميه وحتى بمقدمات نشرات الاخبار عم يكون في كان شيء موجه، انا هون عم وصف، انا ما عم هاجم، يعني مشان تفهميني واضح، واضح واضح انا هون عم وصف، لما نكون نحن لما يكون في عندنا خطاب موجه بيرتكز على معلومات، هاي المعلومات عم تكون عم تنتقل مرحله المعلومات المغلوطه لمرحله المعلومات المضلله، هون صرنا عم نحكي عن عناصر خطاب كراهيه اللي هو طيب. أنا فقط بس بدي أشير انطلاقا من هذا الكلام وحتى كلام ساندرا قبل شوي أنه هيدا ما لازم يمنعنا مواجهة خطاب الكراهية أنه نقول الحقيقة، لأنه أحيانا أي حقيقة نريد أن نقولها، يعني الحقيقة المبنية على معطيات على وقائع على أرقام أو الحقيقة التي نحن يعني نريد أن نصورها للرأي العام، لأنه في نقطة أساسية يمكن أن يعني نعمل لها إسقاط على السياق اللبناني السوري وعلى كل خطاب الكراهية في العالم، أنه دائما في حرص كان على كل الذين يواجهون خطاب الكراهية أنه أن لا يؤثر ذلك على مبدأ أساسي من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واللي هو مبدأ حرية الرأي والتعبير، ليس كل يعني رأي ما بيعجب مزنة أو ما بيعجب ساندرا هو بالضرورة خطاب الكراهية. قبل ما أروح بالجزء الأخير على المبادرات اللي ممكن تنطرح للحد من هذا الخطاب بين اللبنانيين والسوريين، المبادرات اللي صارت أو اللي ممكن تصير، لأنه بعرف عندكم أفكار بهذا الموضوع كتير، بهمني أعرف مثلا من نتالي صورة السوري بالنسبة لها، وجود لجوء العمالة السورية بكل أشكالها، صورة السوري بالنسبة لك كيف تفتحت عليها؟ من هو هذا السوري الآخر بالنسبة لي؟ كيف تغيرت؟ كيف ما تغيرت؟ ما كان بصراحة عندي نظرة سلبية أنا ضد السوريين، وكان عندي تجربة كمان حلوة بحب أقولها. بسنة 2013 رحت عشت سنة بالإمارات وكان أقرب ناس لقالي من السوريين، كنت حسهم يعني كأنه يعني لنقول في المختلط بين المجتمعات العربية مصريين وسوريين، لا سوريين هنا الأقرب لقالي، ما عندي هيدا الموضوع. بس هلأ لأنه نحن عايشين بظل وضع اقتصادي كتير صعب، نحن يعني مشحونين ليش؟ ليه عم تركزي على النقطة؟ يعني هيدا أنا وضع الاقتصادي هيدا هو السبب اللي عم يرفع هيدا الخطاب. ايه طبعا، مشان اذا ما بدي فش خلقي او انه حط الحق على النظام يلي اصلا ما في نظام، يعني عشتي عمين بدي حط الحق، بصير بدي اتهم الغير قال له ايش انت موجود، طب شو بده يعمل يعني بالنهاية انه بس هون انا بحب اقول انه ما بدنا نلعب انه دور الظالم والمظلوم، كانه لانه انا لبنانيه اذا عم بحكي خطاب كراهي مش خطاب كراهي، عم بعطي رايي، يمكن بصير انا الظالمه ضد الشخص المظلوم. يعني انا كنت عم بقول قبل شوي لفواز او لمزنه انه مثل كانه السوري هو دائما الشخص المجروح اللي دائما بدي مسح له جرحه، لا ما انا كمان احنا كلنا مجروحين يعني كلنا تعبانين يعني كلنا مجاريح كلنا مجاريح احنا كثير بينقصنا نحس بوجع بعض
أنا دايماً بسأل حالي هل يا ترى السوري اللي بلبنان بحس إنه اللبناني موجوع مثلاً؟ بحس إنه في لبنانية ما عم بلاقوا شغل؟ بحس إنه في لبنانية يمكن بيموتوا من الجوع؟ بحس إنه في لبنانية وعلى فكرة هيدي مش من زمان انتبهت لها، بحس إنه في لبنانية بيجوا بيقدموا على منح بالجامعات ما بيقبلون، قال في أفضلية للسورية مثلاً؟ صح. طب هيدا واقع في هيك؟ ولا لا؟ طبعا نعم. موجود. شو مزنا؟ في منح مخصصه للسوريين وفي دول فاتحه ابوابها فقط للسوريين لانهم سوريين، ما بتفتح ابوابها للبنانيه. ما بعرف هل يا ترى نحن بنفهم انه احنا جايين من جو حرب فوقنا لا يمكن تنصح. بس ما تنسي هي موضوع الدول اللي فاتحه، يعني هيدي مرتبطه كمان بازمه اللجوء، هي لا بمعزل لها قوانينها ولا اجنداتها، بس مرتبطه بملف اللجوء يعني مش لانهم سوريين يعني. هيك بخبرك شيء وهيدا فعلا رايي كثير كثير خاص. انا بالزمانات كنت دائما اقول لهم الدول يلي بتجي بتأمن مساعدات مسبقة 3-4 سنين للسوريين معناتها هي عم تجي لتقول للسوريين 3-4 سنين في عندكم حرب، معناتها بمطرح من المطارح في أجندات سياسية وراها. مش مقتنع كثير معي بالأجندات السياسية وما بدي احكي ليش هالقد في تسهيلات وما بدي احكي وصير وحلل انا وحط حالي محل السوري وقول هل يا ترى الهدف هو يمكن تفريغ سوريا من قسم معين، ماني سورية لحلل واعطي رأيي، بس في واقع معين بيفرض حاله وموجود يعني ما فينا ننكره. شو يا هون العكس؟ انا بالعكس انا بوافقها بكثير من اللي حكته لساندرا، بس بدي اوضح نقطه كثير مهمه بالنسبه لسياسه المساعدات او المنح. فهو في مثل ما كنت عم تحكي في سياق طويل عريض سياسي بخص اللجوء، بخص حتى اجندات او خطط الان جي اوز او المنظمات المانحه. هذا الموضوع كثير مهم. انا في بس في شغله كثير مهمه ضوت عليها نتالي وحضرتكم. اللبناني حاليا، انا صار لي 6 سنوات بلبنان وانا في عندي قرايب كثير بلبنان، اللبناني حاليا عم بمر باصعب الظروف اللي ممكن يمر فيها، مشان ما انفهم غلط او انفهم انه والله انا عم بدافع عن السوري. اول انا كثير من اصدقائي اللبنانيين اللي كان شخص اللي كان عم يعيش بمستوى معيشي او بمدخول شهري اقله بين 1000 ل 1500 دولار، هو وعائلته حاليا ما عم يقدر يحصل 200 دولار ببلد ببلد ما عم يقدر يأمن له الصحة مثل ما هي، ما عم يقدر يأمن له التعليم. هون بلبنان كنا نعرف يتقبل بسهولة هذا الواقع، كثير صعب، بظرف كثير صعب بواقع هو عم يجبره لهذا الشيء. وانا بشوف انه كنا احنا كل شيء عم بيصير، كل هالشيء اللي عم يطلع، العامل الاقتصادي اللي ضوت علينا تلي هو عامل كثير اساسي مهم، بالاضافه اكيد للعوامل التاريخيه السابقه وعوامل حساسيه هوياتيه موجوده اساسا بلبنان من قبل اللجوء ومن قبل حتى الوجود السوري. طيب هيدا ممكن يفسر ليش اللي كانت عم تقول لك صباح الخير اول يوم ثاني يوم ما قالت لك شيء مزنة، انه الوضع الاقتصادي، لانه في تركيز على هاي النقطه انها تفاقم بهذه الروح العدائيه اذا بدك تجاه الاخر اللي هو عم ياخذ شيء من طريقه كما يعتقد. هلا اول شيء انا حكيت هذا الشيء، يعني هذه كمثال بسيط واضح ليس واضح. معي بالضروره واضح انا واضح. معك او مع غيرك طبعا، او يعني انا مبسوطه بلبنان وبقيت 10 سنين بكل يوم بكل لحظه ممتنه لكل لبناني ولبناني احتضن وساعد انه نحن نقطع كل يوم بيومه، هيدي على صفر. شغلي تاني قبل ما اعقب على هيدا النقطه، بحب اعقب على المنح الدراسي، منح الدراسي ولا غيره برضو في مغلوط هيدا المصطلح انه هي موجهه للسوريين ولا للاجئين بس، لانه نحن ومهمه النقطه اللي حكيت فيها ساندرا انه كيف نحن بنحس بوجع بعض، ولحتى نحس بوجع بعض بنشتغل تنساعد بعض ونفهم بعض. طيب. هيدي المساحه بكل هيدي الارضيه المشربكه الموجوده كيف نحن فينا نتخطى؟ يعني ببساطه هذا الشيء بيرجع لكل فرد ولكل مجموعه ولكل مبادره
كثير في شعارات رنانه تحكي بالحوار وبالتسامح وبالتشاركيه و و و. بالمقابل في فساد وفي ضغوطات كبيره، ونحن هون موقعنا شو بنلعب الدور لحتى ما بدي اقول نجمل ولا نصحح، بدي اقول انه نحن فينا نحد ونكافح ونغير لو بشي بسيط، انه نساعد بعضنا نحد من هذا الخطاب. على سبيل المثال انا لما بشوف عندي اصدقاء لبنانيين هني ما قادرين ياخذوا منحه دراسيه، انا فيني ساعدهم كيف هني ياخذوا منحه. ولما في ميتم او مخيم عم يغرق او عم يحترق واخذ رفقاتي اللبنانيه وروح للمخيم ونساعد بالاهالي فيه، هيدي حال الانسانيه. انت بتتذكري وقت انفجار النار؟ ما حدا، ما في شغلات بتصير عفويه، نزلوا سوريين ولبنانيين و 100% كانوا عم احنا كنا نجي كرابط الطلاب من البقاع ومن كل المناطق وطرابلس وسيدا لا نجتمع باحياء بيروت ونطلب من المنظمات وغيره ان احنا نساعد. حتى هلا بالزلزال ليش نرجع كثير سنتين لورا؟ الزلزال من قبل 4 سنين صار في حملة إغاثة من لبنان تجاه سوريا. هيدا المفاجئ انه الحالة الإنسانية هي الأعم، انه نحن بشر فينا نكون إنسانيين وبنفس الوقت فينا نكون حقيقيين، وهي تاخذ موقف وأنا آخذ موقف وما نتخلى عن أصلنا وفصلنا والمشاعر تبعولنا، بس كمان نحن هذا الشيء بخلينا نعيش اكثر ونلغي هيدي الحاله. انه انا على طول بفكر بظل خطاب الكراهيه انه من امبارح كنا عم نحمل سيارات المساعدات ونبعثهم لسوريا كمان، والاصدقاء اللبنانيين هن اللي عم يسهلوا هيدا الشيء وهن اللي عم يجمعوا هيدا الشيء وهن اللي عم يركضوا. فانا ليش بدي انسى كل الوقت بيوم وليله لما بصير في خطاب كراهيه بطل اقول صباح الخير او الا مسا النور او رد عليه؟ هذا دليل انه الكره مش للانسان السوري هو اللي جاي من هون. الحاله العامه اللي عم تصير مثل كانه ترند وبصير وبدنا الموجه ونلحق او يلا او يلا نمشي. فهون مثل ما بيقولوا العائل اللي بيتمسك شوي بوعيه كيف فينا احنا بوقت هيدي الازمات وذروه هيدي النيران اللي بتروح كثير، يعني بتفسخ يمكن علاقات سنين عشرة عمر بكلمة أو بلحظة أو بجملة قلتها أنت بهيدا الوقت. فكتير مهم إن إحنا بهذه الظروف وخاصة كنشطاء مجتمعيين أو أكاديميين من الجامعات من المبادرات من المنظمات نفسها اللي هي اللي بتخلق إشكاليات، كيف نحنا نفكر أكثر ونرجع نرسم سياسة الإصلاح، لأنه نحن اللي فينا مش الدونر اللي هو بده يعني أعطي للبناني أو سوري. أنا فيني أفرض عليه نعطي نص نص. فهيدا المشكلة، أنه أنت نحن على طول بدنا نستقبل وننفذ، نحن ما بدنا نبادر ونكون عم نكمل ونكمل. فينا نكمل بمساعدة بعض، هيدا اللي أنا فخورة فيه، لأنه ولا مرة بخاف بلبنان أرجع بوقت متأخر على بيت حتى لو كنت خارج المنطقة اللي أنا ساكني فيها وأطرق أي باب وفوت عليه. فهذا الشيء بيعطي نوع من الاطمئنان والسكينة، أنه بغض النظر عني أنا مين، أنا صار عندي هيدا الانتماء اللاشعوري للبنان. طيب جميل، في شغلة كثير مهمة على فكرة والوقت شرف على الانتهاء، أنه عندما نتحدث عن المساحة الإنسانية المشتركة هذه يمكن أن تجمع، هذه مسألة بديهية يمكن أن تجمعنا اليوم بالمواطن في أمريكا، يمكن أن تجمعنا بالمواطن في بريطانيا، أن تجمعنا بالمواطن في أفريقيا في آسيا في كل مكان في العالم، ولكن خصوصية لبنان وسوريا يجب أن تكون حتى أكبر من ذلك. معليش عم كفي حديثك يعني، لأنه هذا منطق التاريخ والجغرافيا والمنطق الجيرة الجيران اللي قاعدين مع بعضهم، فبلدين هن بالأساس بلاد واحدة حقيقة. ما عم برجع بعمل تقصير كمان مع انه هيدا لبنان لبنان لا لا اكيد هيدا الامتداد هو امتداد لا لا طبيعي، نحن نتحدث عن امتداد جغرافي واحد مع الحفاظ على الكيانات القائمة. هلا ما رح نغير سايكس بيكو بطبيعة الحال. عم تشتغلوا فواز ونتالي على مشروع للحوار
طبعا. بين لبنانيين وسوريين بما انه عم نحكي كنا عن مبادرات. صحيح. اذا بتحب تحكي نتالي او هي اجت الفكره انه نحن عملنا الدراسات الاسلاميه المسيحيه الحوار بين المسلمين والمسيحيين، ليش ما بنعملها ضمن اطار الحوار السوري اللبناني لنقدر نعرف بعض اكثر، لنرجع للماضي وننبش الجرح. يعني اذا انت ما جمالا الواحد لما يروح يعمل علاج نفسي ما بيقول له مثلا للشخص او المعالج دغري يعني عن مشكلته، بده يرجع للماضي ويعالج الماضي قبل ما يوصل للحاضر. سو هاي هي المبادره. نحن عم نحاول نشتغل على صوره السوري عند اللبناني مثل ما بشوف اللبناني، وكذلك الامر بالنسبه للسوريين كيف بشوفوا اللبنانيين. ومن هاي الصوره رح نطالع مواضيع نشتغل عليها إن شاء الله. مش كاستجابه على شيء صار بقدر ما هو عمل ممنهج طويل الامد لحتى نحن يكون في عنا خطاب بديل ومشترك جديد بين الكيانين القائمين بحد ذاتهم اللي هن سوريا ولبنان. ساندرا، الحوار لأنك يعني كمان عندك تجربتك بالحوار بكل أشكال وأنت ناشطة في هذا المجال، لا بديل عن الحوار بنهاية المطاف كما بين اللبنانيين نفسهم والسوريين نفسهم، بين اللبنانيين والسوريين. صحيح؟ صحيح أكيد 100%. ليك أنا دايما بهيدا المواضيع أؤمن بمفعول كرة الثلج. فأنا إذا بنطلق من حالي مع الوقت هيدا الكرة بتكبر ولدرجة يمكن يكون إلى أثر فيها أثر كتير كبير. خبرة كتير صغيرة، أنا بال2016 يمكن أنا سكنة ببيروت، قريت بوست على الفيسبوك انه في مجموعة ناشطين عم بلموا تياب ليروحوا على المخيمات. هيدا الشيء غير لي كتير مسار حياتي. ومن وقتها اكتشفت وحملت حالي من بيروت وانا بعمري مش رايحة عكار وما بعرف عكار، وصلت لقيت في سوريين. بعتذر رح اقولها مثل ما هي، انا مسيحية لوحدي بيناتهم، بس بوقتها اكتشفت انه الانسان ولا ممكن يحس بوجع شخص ما بيعرفه. بدك تروح وتشوف الوجع قدامك. انا قد ما حكيوني عن وجع السوري اذا ما انا قربت منه هيك شوي ما رح حس فيه، والسوري نفس الشيء. فهي بترجع لهيدي الخطوه اللي كل انسان بده هو يعملها بكل وعي وتجرد تجاه هيدا الشخص الآخر، لا هيك يقدر يتعاطف معه، يفهم وجعه، يفهم فعلا شو حاجاته بهيدي اللحظة، تاع أساسه هو يقدر يحكم على الانفعال الصادر من الطرفين. عم بحكي بس. شكرا لك ساندرا كرم. شكرا فواز الشعراني، مزنة الزهوري، ونتالي الأوبيان. شكرا لكم للحديث. صلة على كل حال، إن شاء الله في مناسبات أخرى وحلقات أخرى، لأنه هذا الموضوع من المهم البناء على منهجية طويلة الأمد مثل ما كنت عم تحكي، وضروري ولو كانت أحيانا الأمور صعبة أنه نقدم نموذج مختلف يترك أثر أكبر. وكرة الثلج تكبر، منيحة كرة الثلج بهذا الطقس الحار على كل حال. بحاجة كثير لها، هي كباية ثلج كمان. شكرا لكم، بتمنى لك طبعا يعني انك توصلي بالسلامة على البقاع. انا بدي اشكرك مزنة لانك جاي من مسافة بعيدة، وكرر شكري طبعا للجميع، مزنة، نتالي، فواز وساندرا، ولكل الذين تابعوا هذه الحلقة من شارع الحمراء. وشكر طبعا إلى إدارة هذا المكان، مكتبة وجمعيات شبابيك. شكرا.